ثم قال سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. إن ربكم الله، الرب هو المالك الخالق البارئ المصور المحيي المميت، والرب اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. وإذا قيل الرب بالألف واللام لا يجوز أن يصرف إلا إلى الله سبحانه وتعالى، بعكس بعض أسماء الله تبارك وتعالى كالعزيز مثلا قالت امرأة العزيز، كالملك قال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، فقد تطلق على البشر. لكن هناك أسماء لله تبارك وتعالى لا يجوز أن تصرف إلى البشر أبدا، كالرب والله والرحمن والخالق والمصور، هذه أسماء خاصة بالله تبارك وتعالى لا يجوز أن تطلق على البشر. فهنا قال: إن ربكم الله الذي خلقكم أوجدكم أحياكم يطعمكم يسقيكم يدبر أمركم، هو الله سبحانه وتعالى، هو الرب جل وعلا. إن ربكم الله، ثم وصف نفسه سبحانه وتعالى، قال: الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، بدأت يوم الأحد، فالاثنين، فالثلاثاء، فالأربعاء، فالخميس، فالجمعة، ستة أيام من الأحد إلى الجمعة. ويوم الجمعة خلق آدم عليه الصلاة والسلام، ويوم السبت لم يكن فيه خلق. واليهود يقولون قريبا من ذلك ويقول استراح يوم السبت والعياذ بالله، كأنهم يصفون الله بالتعب، والله جل وعلا يقول وما مسنا من لغوب، ردا على هؤلاء اليهود. هم يقول لا، تعب واستراح يوم السبت، ولذلك يوم السبت لا يعملون فيه، يقول هذا يوم الراحة لله والعياذ بالله. ونحن نقول الله جل وعلا خلق السماوات والأرض في ستة أيام وما مسه من لغوب، أي ما مسه من تعب، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. وإنما جعل الخلق في ستة أيام ليعلم الناس أنه يمشون على هذه الطريقة، وهي التأني والرفق في الشيء، أو أنها لحكمة لا نعلمها، لكن الله تبارك وتعالى خلق السماوات في ستة أيام. وقيل إن هذه الأيام كأيامنا، وقيل إن هذه الأيام تختلف عن أيامنا، إن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون، فاليوم بألف سنة عند الله تبارك وتعالى. وبغض النظر هذا أو هذا، المهم أن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام سبحانه وتعالى. قال: ثم استوى على العرش. فالاستواء على العرش بعد خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، وكتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة سبحانه وتعالى العليم القدير جل وعلا. واستواءه على العرش علوه عليه سبحانه وتعالى، والعرش أعظم مخلوقات الله، هو مخلوق، كل ما عدا الله مخلوق، كما يقول أهل العلم من الفرش إلى العرش كل شيء مخلوق إلا الله سبحانه وتعالى، الجنة، النار، الملائكة، البشر، السماوات، الأراضون، الشجر، البحر، العرش، الكرسي، كل شيء مخلوق، ولا خالق إلا الله، كل ما عدا الله مخلوق. وأعظم هذه المخلوقات العرش، وهو سرير الملك. والله استواءه على العرش علوه عليه. والاستواء في لغة العرب يطلق على أربعة معاني. يطلق الاستواء بمعنى النضج، حتى إذا بلغ أربعين سنة واستوى، أي نضج، وهنا نقول الطعام استوى يعني نضج، هذا النضج. هذه إذا جاءت بدون ما يتقدمها شيء، استوى هكذا، استوى الطعام نضج، استوى الرجل كمل، استوت المرأة كملت. وتأتي استوى كذا وكذا،
استوى الجدار والخشبة، أي تساويا من المساواة، استوى كذا وكذا أي تعادلا. وتأتي استوى إلى، استويت إلى السيارة، استويت إلى المنزل، استويت إلى مكة، أي قصدت، كما قال الله تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، أي قصده، استوى إلى الشيء أي قصده. ثم تأتي استوى على، إذا استويتم على ظهوره أي ارتفعتم، استوى على بمعنى ارتفع عليه. وهذا الاستواء يليق بالله سبحانه، ليس كاستوائنا نحن، فنثبته لله تبارك وتعالى، وهي صفة فعلية لله تبارك وتعالى، بعد أن خلق العرش استوى عليه سبحانه وتعالى. فنثبت الصفة لله تبارك وتعالى، صفة الاستواء، وهي من صفاته الفعلية جل وعلا، فلا نشبهه بمخلوقاته ولا ننفي عنه ما وصف به نفسه سبحانه وتعالى. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، بيده الأمر سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحانه وتعالى يدبر الأمر، مدبر عند الله، مرتب، معتنى به، ما في شيء يقع فجأة على الله تبارك وتعالى. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، كتب أفعال العباد وأرزاقهم وأخلاقهم قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. سبحانه وتعالى، فهذا من تدبيره سبحانه وتعالى، يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. الشفاعة هي الوساطة، شفعت لفلان توسطت له، عند الله الشفاعة لا تكون إلا بشروط، الإذن، الرضا عن الشافع، الرضا عن المشفوع له، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. سبحانه وتعالى، الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وثبتت الشفاعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ويشفع المؤمنون ويشفع الأنبياء وتشفع الملائكة ويشفع العباد لآبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وأصدقائهم، وبعد ذلك تكون رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وهذا من فضل الله جل وعلا أنه يأذن بالشفاعة، لكن ما في شيء فوضى، أي واحد يجي يشفع، لا، بإذن ورضى عن الشافع ورضى عن المشفوع له. ثم قال ذلكم الله ربكم، هذا الذي ذكرنا هو ربكم، فإذا كان الأمر كذلك فاعبدوه ولا تعبدوا غيره، لأنه المستحق للعبادة وغيره لا يستحق، هو وحده المستحق للعبادة. هذا الذي ذكر، هذا الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذا الذي لا يشفع عنده إلا بإذنه، هذا الذي هو ربكم خالق كل شيء سبحانه وتعالى، هذا الذي يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى، فلا يعبد غيره ممن لا يستحق أن يعبد. ذلكم الله ربكم فاعبدوه، أي دون غيره، فلا تدعوا غير الله ولا تستغيثوا بغير الله ولا تستجيروا بغير الله ولا تستعينوا بغير الله ولا تتوكلوا على غير الله ولا تتقوا غير الله ولا تخبتوا لغير الله سبحانه وتعالى. ذلكم الله ربكم فاعبدوه، أفلا تذكرون؟ وهذا استفهام تقريع
وتوبيخ وفيها قراءتان: أفلا تذكرون، أفلا تذكرون. أين عقولكم؟ خلقكم، رزقكم، أحياكم، يرعاكم، يستجيب دعاءكم، ثم هو يميتكم ويبعثكم ويحاسبكم ثم يعبد غيره؟ أفلا تعقلون؟ أفلا تتذكرون؟ فلذلك جاءت هذه ختام هذه الآية: أفلا تذكرون أو أفلا تذكرون، من باب التقريع والتوبيخ والإنكار من الله تبارك وتعالى: أولئك القوم الذين عبدوا غير الله سبحانه وتعالى.